خلي بالك بقى النهارده فكره جميله جدا هتريحنا بقى من اكبر مشكله بنقابلها. طبعا التفصيص ده كلنا كده بنتعب فيه وبنفضل بالساعه وبالساعتين نفصص، لا النهارده بقى هنعمل فكره حلوه جدا، هنفصص بقى 10 كيلو 20 كيلو قدامك، هتفصصيهم معاكي بمنتهى السهوله وبدون اي مجهود ولا تعب. الفيديو كله افكار جميله جدا هتعجبك باذن الله. يلا بينا بقى نشوف اول فكره معانا ايه. وانتي بتعملي بقى تسبيكه المكرونه او تسبيكه المحشي اي تسبيكه معاكي، حطي بقى معلقه كبيره من السكر، هتلاقي بقى التسبيكه معاكي طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت كده تمنع الحموضه. انا بقى بصراحه بحب اعمل كده تسبيكه المكرونه واخزنها عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لاني ما بيبقاش فيه وقت خالص بصراحه، فبحب كده اعمل كميه من التسبيكه، تسبيكه محشي بقى او مكرونه، واشيلها كده عندي جاهزه بقى معايا على طول كده على الاكل. بصراحه بتبقى فكره جميله جدا، جربيها بقى وهتعجبك جدا. غسلت بقى البسله وهنزل بيها بقى بميه سخنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تكون بتغلي كده معاكي، وهنزل بقى بالبسله كده كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهقلب بقى البسله يعني تاخد بس غلوه كده معايا على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد الفكره دي جميله جدا. طبعا كده بقى نجيبها ونخزنها كده لرمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبتنفعنا بصراحه وبتنجز معانا الوقت على طول. لو بقى عايزه تجيبي 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو تعملي بقى الطريقه ديت، هتتفصص معاكي في ثانيه بقى ما شاء الله لونها اتغير معايا خالص ازاي، وبدات كده تتفصص يعني من غير لسه بقى ما احط ايدي فيها. شايفين بقى الجمال؟ بصراحه فكره جميله جدا. وطبعا انا كنت غاسله البسله قبل ما اضيفها على الميه السخنه. هطفي بقى على البسله ونشوف كده هنعمل ايه مع بعض. ده بقى بعد ما صفيتها معايا، شايفين بقى بقت عامله معايا ازاي؟ تتفتح معاكي بقى بمنتهى السهوله. شايفين بقى عامله ازاي؟ بصراحه فكره جميله جدا اهي. شايفين بقى ولا واحده بقت كده تقع منك ولا كده تهرب منك؟ لا بصي، شايفين بقى بقت عامله معاكي ازاي؟ زي الفل معاكي. ومعايا بقى هنا ميه ساقعه جدا، وهنزل بقى بمعلقه صغيره من السكر، وهنزل كمان بمكعبات من التوم. المرحله دي مهمه جدا، وكل بقى اللي تطلعيه هتحطيه بقى على طول في الميه الساقعه. التلج بقى هنا عشان تحتفظ بلونها وبخضرها طول السنه معاكي، يعني كده ما تشيليش هم بقى في الفريزر، تبقى عندك كده وتطلعي تطبخي على طول. في رمضان بقى كل سنه وحضراتكم طيبين ما بيبقاش فيه وقت خالص. شايفين بقى الجمال؟ تطلع معايا بمنتهى السهوله، ولا واحده بقى تجري منك ولا الكلام ده خالص. لا الطريقه دي بصراحه جميله جدا. وكده كده انت بعد ما بتفصصيها بتحطيها في ميه سخنه وبعد كده برضو ميه ساقعه عشان تخزنيها. لا الفكره دي احسن بكتير، بتخلي لك كده البسله معاكي تجري معاكي بمنتهى السهوله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتلاقيها كده اتفتحت معاكي اصلا من غير ما انت يعني اول كده ما تفتحي، شايفين بقى بتنزل معايا بمنتهى السهوله. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها وخزنيها. كده بقى بعد ما خلصت معايا التفصيل، شايفين بقى الجمال؟ حرفيا ما خدتش معايا 5 دقايق. بصراحه فكره جميله جدا فكره التفصيل ديت. معايا بقى هنا الجزر، ممكن تزودي كميه الجزر او تقللي براحتك خالص، وممكن تخزنيها كمان من غير جزر خالص، مفيش اي مشكله خالص، بس انا بصراحه بحب كده اضيفها على البسله عشان تبقى جاهزه معايا على طول. وهقلبهم كده البسله بقى مع الجزر. الجزر بقى هنا مش مستوي ولا اي حاجه، لا جبته وقطعته كده مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وضفته على البسله. هو ما بياخدش سوى خالص لما تيجي بقى تطبخيه وكده، هيستوي طبعا مع البسله. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. طبعا بقى هجيب اكياس الثلاجه وهبدا كده احط في الكيس. طبعا بقى على قد الطاقه بتاعتك كده حطي، حطي بقى كتير قليل براحتك خالص. شايفين بقى الجمال؟ عملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا وما خدتش مننا وقت خالص. لو قدامك بقى 10 20 كيلو هتفصصيها بمنتهى السهوله معاكي. وشايفين بقى خضره جدا ازاي؟ هتفضل بقى معاكي بالخضار اللي انتوا شايفينه ده طول السنه. اتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي حلوه جدا بقى، وانتي بتصبعي الكفته معاكي خلي بقى جنبك طبق كده وفي معلقه كبيره من الزيت، وتبلي ايدك كده هتلاقي بقى الكفته معاكي بتلمع وحلوه جدا. شايفين بقى الجمال؟ بصراحه فكره جميله جدا، الزيت هنا بيديها لمعه حلوه جدا. صبعيها بقى بالشكل ده معاكي اكنك بقى مشترياها من بره. شايفين بقى بتبقى شكلها جميل جدا ازاي؟ عامله زي المطاعم كده بالظبط. وهترصيها بقى هنا في الاطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جربي بقى طريقه الزيت ديت هتعجبك جدا. وطبعا ميه البصل اللي بتطلع طبعا من البصل اللي احنا بنحطه على الكفته مش بنرميها، لا بنصبع برده بيها. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا، لو بتعملي كده برجر وما عندكيش المكبس بتاع البرجر ده البديل بتاعه، اي غطا كده عندك هتجيبيه وهتحطي بقى فوقيه كيس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهتاخدي عادي خالص من اللحمه وهتحطيها وهتسويها بقى كويس جدا
بايدك بقى او بالمعلقه، وهتبلي ايدك بقى زيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتبداي كده تعملي بقى الحركه ديت، تلمي بقى كده اللحمه جوه الغطا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، تبداي بقى تضغطي عليها كويس جدا كده زي المكبس كده معاكي بالظبط، وهتشيليها عادي خالص. طبعا الكيس بقى كده بيبقى سهل جدا عليكي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا بقى الشكل اللي انا عاملاه ده بتاع المكبس، هتجيبي بقى ظهر السكينه وهتعملي بقى ثلاث شرايح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، يعني ثلاث خطوط كده بالشكل دوت، هيديكي بقى شكل المكبس معاكي بالظبط. وطبعا بقى طريقه البرجر وطريقه الكفته وطريقه السجق انا عملته معاكم قبل كده على القناه، هتلاقيها على القناه. اتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. لو بتعملي بقى فراخ سمك بط اي حاجه يعني فيها زفاره، وطبعا ريحه الزفاره ما بتروحش معاكي خالص، هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هتجيبي بقى معلقه من الدقيق، معلقه الدقيق ديت بقى هتخلي ريحه الزفاره تضيع معاكي نهائي بجد. فكره الدقيق ديت هنا تحفه، وكمان يعني ليمونه كده واقسميها نصين، مش هتلاقي بقى ريحه زفاره معاكي نهائي. هتسيبيها بقى 5 دقايق كده في الدقيق والليمون وانسي الزفاره خالص. في بقى فراخ بط وز سمك اي حاجه عندك فيها زفاره وريحتها ما بتبقاش حلوه كده مهما تغسليها، اعملي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. الدقيق مع الليمون بجد اختراع جميل جدا في النظافه، جربيها بقى وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هنعمل بقى كذا طريقه لتخزين الليمون زي ما انتم شايفين كده. هنجيب علبه طبعا ومنشفاها كويس جدا وحاطه فيها مناديل او ورق، وهنحط فيها الليمون بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنحط بقى معلقه صغيره من حبه البركه نرشها كده على الليمون، بيحافظ بقى على الليمون لاطول وقت ممكن، وهنقفله. فكره بقى معايا، هجيب الليمون وهحطه في الاسترتش زي ما انتم شايفين كده، يعني نحط كده 4 وهنلفهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهقطع طرق سهله وبسيطه جدا. هنبدا بقى نلف كده الليمون شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي تاني فكره معانا لتخزين الليمون. الورق الفويل او ورق الكراريس مفيش اي مشكله خالص، وهنبدا بقى نقطعه كده بالشكل دوت وهنلف كل واحده لوحدها، طريقه سهله وبسيطه جدا. ايه رايكم بقى اسهل 3 طرق لتخزين الليمون؟ ان شاء الله بقى تعتمديها وتجربيها وهتعجبك جدا. طبعا معلقه حبه البركه اللي احنا بنضيفها ديت بتخلي الليمون اكنه طازه معاكي، والاسترتش نفس الكلام، والورق الفويل بقى تجربي الطرق ديت وتعجبك جدا وتعتمدي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هجيب بقى الفرش والمعالق السيليكون، دي طبعا بتبقى مدهننه جدا شايفين بقى بتطلع بصعوبه، يعني انا بقالي كتير جدا كده ما عملتهمش عشان خاطر اعملهم معاكم، طبعا بستخدم بديل بتاعهم. هجيب بقى كيس البيكنج باودر، طبعا البيكنج باودر ده موجود في كل بيت الكيكات والحلويات يعني، وممكن البديل بتاعه ملح ليمون مفيش اي مشكله خالص. هبدا بقى افضي كيس البيكنج باودر معايا هنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان هحط بقى 1/4 كوبايه من الخل شايفين بقى التفاعل، وهحط كمان 1 كوبايه من الميه السخنه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نغطيهم بس وهسيبهم بقى كده يعني حوالي 1/4 ساعة بالظبط. شايفين بقى الميه عامله معايا ازاي؟ يعني والله ما كملت حتى 2 دقيقة بالظبط. شايفين يعني البيكنج باودر بصراحه مع الخل مع الميه السخنه هيخلوهم زي الفل معاكي. طبعا لازما كده تنضفيهم يعني كل 3 4 ايام، كل 5 ايام لازما تعملي يعني النظافه دي. في ناس بتنضفها من بره وشكرا كده، لا طبعا السواد دوت بيبقى من جوه كمان. بعد ما الميه بقى معايا بردت خالص شايفين بقى بقوم بيلمعوا معايا ازاي؟ بقوم زي الفل اخدهم بقى كده اغسلهم تحت الحنفيه كويس جدا. شايفه بقى اكنهم جداد معايا شايفين بقى الجمال؟ جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي بجد. والبيكنج باودر في كل بيت، يعني مش محتاجه بقى تجيبي كربونات الصوديوم ولا ملح ليمون ولا الكلام ده خالص، لا البيكنج باودر هيخليهم لك زي الفل معاكي. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو اول مره تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بنزله باذن الله.